معنا عبر الهاتف مدير عام العلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش. عميد عادل، مواصفات عالية يتمتع بها الجواز الإلكتروني كما ذكرنا في المقدمة. سؤال، كيف تم اختبار هذا الجواز الإلكتروني دوليا خليجيا عربيا؟ بداية مساء الخير أخوي مطر، مساء الخير لإخواني المشاهدين. اليوم مع قمرة احتفالاتنا بأعيادنا الوطنية بدأنا بالانطلاق أخوي مطر مثل ما ذكرت قبل قليل بتوزيع أول جواز إلكتروني تم توزيعه على الأخوة المواطنين اللي تقدموا خلال الأيام الماضية بطلب الاستبدال عبر لقاء صحفي ترأسه صباح هذا اليوم اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح الوكيل المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر. بداية أخو مطر نبلغ الأخوة المشاهدين بأن 6 مراكز في كل محافظة عبارة عن مركز متخصص لخطة الاستبدال، وسوف يكون إن شاء الله خلال أوقات العمل الرسمية. المرحلة الآن الحالية راح نتطرق فيها في عملية الاستبدال لمن انتهى جوازه خلال المرحلة الماضية والمتوقع انتهائه خلال 6 شهور القادمة. الجواز مثل ما تفضلت راح يعني وقلت كلمة في الصميم، هو يعتبر من الجوازات المتطورة تكنولوجيا، فيها تشيب، التشيب هذا فيها كل المعلومات بحيث انه يصعب عملية التزوير او التزييف او التحريف او نقل حتى البيانات اللي بداخل، بمعنى البيانات اللي بالداخل تلقائيا عبر اجهزة موجودة في المطار راح يتم الكشف عن نقاب شخصية اللي امامه ويتم الاستدلال على كافة المعلومات المتعلقة في تفاصيله. الشيء بشيء يذكر امانة سيدي معالي الشيخ الفريق خالد الجراح صباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية من باب الحرص على بداية هذا المشروع كخطة الاستبدال أعطى توجيهاته وتعليماته بتخصيص كونتر راح يكون في المحافظات 6 وحتى مع الإدارة الرئيسية. نعم. لكبار السن وللأطفال ولأيضا ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تسهيل عملية الاستبدال وتوفير الوقت والجهد بحيث أن يكون أمر هذا سهل وميسر. هذه الناحية عملية التطبيق عمليا على أرض الواقع تم تطبيقه عبر تجربته في المطارات الأوروبية وأثبت كفاءة عالية في المخزون الأمني أو العلامات الأمنية الموجودة بداخله، ويعتبر من الجوازات المتقدمة تقنيا في هذا المجال، وبالتالي أصبح الآن نقدر نقول رسميا الآن معمم على مستوى جميع الدول أمريكيا أو القارة الأمريكية أو الأوروبية أو العربية أو الخليجية أو كل الدول تقريبا. بما أن أيضا الجواز الإلكتروني يفترض أيضا أعتقد أن تكون أيضا الإصدارات الإلكترونية، سؤال كم تبلغ المدة الزمنية للمرحلة الأولى لتسليم الجواز القديم وتسليم الجواز أيضا الإلكتروني الجديد؟ هناك مدة محددة عميد عادل؟ نعم، بمجرد ما يتقدم بالمراكز الست أو بالإدارة الرئيسية في غضون 24 ساعة تلقائيا راح ينتهي الجواز ويسلم له هذا الجواز. لكن هنا نقول البعض يعتقد بأنه يستعجل في يعني عملية الاستبدال والجواز قد يكون هو ساري مفعول بالنسبة له في الوقت الحالي، نقول ما له داعي عمل الاستبدال لأن هنا ماشيين على شرائح في غضون السنة بإذن الله تعالى حسب طموح وزارة الداخلية وخطتها في هذا المجال راح ننتهي من استبدال جميع الجوازات. مثل ما قلت 250 ألف جواز راح يكون تقريبا خطتنا أن ننهيها في نهاية 2017 ومن ثم نبتدي بكافة الشرائح. النقطة اللي بشدد عليها أخي مطر بأن ترى عملية استخراج الجواز الإلكتروني مو معناته الإعفاء من الفيز الفيز اللي هي الشنغن سواء في أوروبا أو حق أمريكا. نعم. إنما تعتبر هي ميزة مستقبلا قد تمنح في مثل هذه الأمور. ما هي خطتكم لضمان إنجاز عملية استخراج الجوازات الجديدة بسلاسة ودون حدوث ازدحام في المعاملات كما أنت نوهت قبل قليل؟ نعم، الخطة يعني عملناها على عدة محاور. أول شيء في كل محافظة من المحافظات في هناك مركز خدمة راح يتولى عملية الاستبدال، هذا واحد. نعم. عملنا أيضا خطة أخرى أخوي مطر في عملية الحجز عن طريق أونلاين عن طريق موقع وزارة الداخلية، تدخل وتأخذ موعد، لما تروح حق المركز المخصص في المحافظة راح تلاقي كونتر مخصص لك للمواعيد. نعم. اتي في الموعد وبالتالي عملية الاستبدال تتم في غضون أقل من 5 دقائق إذا كانت معك الأوراق الثبوتية اللي هي الصورة وخلفية زرقاء. نعم.
الأوراق الثبوتية الأخرى من هذه الناحية. الأطفال اللي هم أقل من 12 سنة ما راح يكون لهم أي تبصيم أو توقيع إلكتروني، ولي الأمر هو راح يتولى هذا الموضوع. صلاحية الجواز أخوي مطر لمن هو دون 30 عام 5 سنوات وما فوق 30 عام راح يكون متاح لك لمدة 10 سنوات. هذه كلها أمانة يعني أمور ميسرة. إضافة واضحة جميع النقاط عميد عادل، واضحة جميع النقاط. نعم، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش، شكرا جزيلا لك.